المصري ودمر العدو موقع الري المصري وتستلم 50 عربية واثنين مدرع. دعامة وين؟ دعامة وين مشوا؟ وين الدعامة؟ الدعامة وين؟ قوات الدعم السريع تدعي والجيش ينفي. الدعم السريع تؤكد سيطرتها على الخرطوم العاصمة بالكامل بالإضافة إلى مطار الخرطوم، فأين الحقيقة يا ترى؟ وسفير أمريكا في السودان يثير الكثير من التساؤلات، فماذا فعل؟ الطيران المصري يدخل الحرب في السودان، هل سيفعلها أحفاد الفراعنة؟ وما علاقة حمدتي بالكيان الصهيوني؟ وما علاقة السودان بسد النهضة والرد المصري؟ أعلنت بعض الصحف وخاصة نيويورك تايمز أن أعداد القتلى جراء الانقلاب والضربات من قبل الجيش السوداني برئاسة البرهان على قوات الدعم السريع برئاسة حمدتي، وفقاً للإحصائيات الرسمية قرابة 600 مصاب ونحو 56 قتيلاً، إلا أن الصحيفة تؤكد أن الأعداد في تزايد كبير، وقد تكون الوفيات نحو 200 قتيل بين مدني وعسكري من الطرفين. ولعل بداية الأزمة السودانية تأتي من تعثر المفاوضات والمباحثات التي جرت بين قوات الدعم السريع والجيش السوداني، حيث كان البرهان قائد الجيش السوداني يرغب في تسليم السلطة لقوى مدنية بعد عزل الرئيس البشير، إلا أن خطط البرهان كانت تقضي بضم الدعم السريع إلى الجيش السوداني، وهو ما لم يوافق هوى حمدتي الذي بدأت قواته في الانتشار في العاصمة الخرطوم بأغراض التأمين كما أعلنوا وقتها، ومن ثم قاموا بحركتهم الانقلابية. إلا أن الخطوة الخاطفة التي قامت بها قوات الدعم السريع هو بث مقطع مصور لجنود مصريين عزل أثناء قيامهم بتدريب الجنود السودانيين في مطار مروي بالعاصمة الخرطوم، وقد تم اعتقالهم من قبل قواته، إلا أنه تراجع على الفور وطالب الحكومة المصرية بأن تخاطبه من أجل تسليم هؤلاء الجنود، وهو ما يراه خبراء بأن حمدتي يرغب في أن يضفي على نفسه وقواته صفة الشرعية، وهو أن دولة ذات سيادة خاطبته رسمياً، وهو ما قد يكون ذخراً له فيما بعد. إلا أن قوات الدعم السريع تتعرض لهجوم من طيران وصفته بأنه طيران أجنبي على قواتها في ميناء بور سودان، وبفور دخولهم الميناء تعرضوا للقصف، إلا أن الصحف الأجنبية لم تحدد هوية هذا الطيران، إلا أن صحيفة جيروسالم بوست أن مصر منشغلة بالأزمات الاقتصادية التي تكاد تعصف باقتصادها، ناهيك عن الأزمات الاقتصادية في ملف المصالحة مع تركيا يشغلان أذهان الساسة المصريين بحسب الصحيفة. إلا أن التساؤل يظل يطرح نفسه، من يا ترى قام بهذه الضربات الجوية الخاطفة والتي حققت نجاحها؟ ومن له مصلحة كبرى في هذه الضربات؟ إلا أن خبراء أكدوا بأن الجيش المصري هو الوحيد الذي تم استدعاؤه لهذه الأزمة من دون أي تدخل منه، فلن يقف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ولا رجاله متفرجاً وأبناؤه تم اختطافهم من قبل جماعات مسلحة في السودان. لذا يعتبر الرأي الأغلب هو أن هذا الطيران تابع لسلاح الجو المصري، والذي يتوقع بأن ينضم لجانب البرهان في هذه الحرب. وعلى الرغم من تفضيل حمدتي للدعم الروسي في المنطقة وتواجد موسكو في القارة الإفريقية، إلا أن البرهان يرحب بالتواجد الأمريكي، كما أن حمدتي لا يرحب بالعلاقات ولا التطبيع مع الكيان الصهيوني. وعلى النقيض من البرهان الذي يتم دفعه لذلك من قبل أمريكا من أجل الاستمرار في دعمه، إلا أن بعض الصحف فجرت مفاجأة من العيار الثقيل، فما هي يا ترى؟ المفاجأة في التقاء حمدتي لوفد من الموساد التابع للكيان الصهيوني سراً في العاصمة الخرطوم، كما أنه سبق الانقلاب بعدة أيام بلقائه مبعوثي بعض الدول الغربية، وهو ما يؤكد فكرة أن حمدتي يدعي بتظاهر عدائه للكيان الصهيوني، بينما في الداخل هناك كثير من الخبايا. هذا ويتوقع بأن تتراجع مصر خطوات قليلة للوراء في أزمة سد النهضة الأثيوبي، خاصة وبعد انشغال شريكها الأساسي في المفاوضات والمباحثات التي جرت قبلاً وهي السودان. لذا يتوقع بأن تنخرط السودان في المشكلات الداخلية التي تكاد تعصف بها،
وسط غياب تام عن المشاركة في أزمة سد النهضة، كما أن الجمهورية المصرية تسعى جاهدة لتهدئة الأوضاع في حدودها الجنوبية، وذلك بإخماد المشكلات بين الطرفين في السودان، إلا أن خبراء يتوقعون بأن الجيش المصري سيتدخل سريعا لحل أزمة جنوده في السودان، ومن ثم سيعيد أزمة سد النهضة للواجهة مرة أخرى.